أهم الرسائل ست اللواء اللي شفتها في كلمة الرئيس النهارده؟ أهم رسالة إحنا حسيناها وعشناها، وهو كان أساساً معانا عايش هذا الكلام طبعاً كمواطن وكضابط وكقائد، أن بداية إعادة تسليح القوات المسلحة بدأت من بعد 67 بمعرفة الزعيم كمال عبد الناصر، وكان التوافق ما بين الزعيم عبد الناصر وأنور السادات كان رئيس مجلس الشعب أو في رؤية المهمة كان في القيادة السياسية، استمرت إلى أن توفاه الله وبدأ إعادة تسليح القوات المسلحة، واستكمل هذا الرئيس السادات ونجح ووصل لمرحلة لما قال لقد أصبح لمصر درعا وسيف. إذن احنا كملنا بقدر الإمكان. والحاجة التانية حتى اللي قلنا عليها هي تواصل الأجيال والشعب المصري البطل اللي هو ورا جيشه في كل معركة من المعارك، ورا جيشه من حرب 56، ما تنسوش لما طلع جيشنا جيش وطني كله من أبناء الشعب، ما عندناش مرتزقة، ما عندناش، ولكن إذا الشعب لم يقف في ظهر جيشه لن يقوم له قائمة. فأنا قدام العدو ورايا أصدقائي شعبي بيدفعني، أنا وراه. إذا كنت هبص للعدو بس من غير شعبي مش هقدر، هبقى بص قدامه ورا، لكن شعبي ورايا بيدعمني، شبابي ورايا بيدعمني، شبابي يعرف إيه هي الحرب، إيه هي حرب الإرهاب، إيه حرب أكتوبر، إيه حرب الاستنزاف، إيه، يعرفوا الكلام ده يا جماعة. علشان المدارس ما أعتقدش هتجد الفرصة إنها تدي لكل طفل وكل شاب وكل واحد على قدر ما هو يعرف. حاجة الأهم أنه وصل إلى مرحلة إيه؟ أن هذه الأجيال وصلت إلى أن أخذ قرار يعني أنا بعتبره يعادل في خطورته قرار العبور، وهو الإطاحة بالجماعة الإرهابية التي كادت أن تودي هذا الوطن إلى غياهب الغب. وبالتالي نجح الحمد لله الرئيس السيسي. وأنا أتذكر كنا طبعا متابعين ومع ميدان التحرير والأخير، أتذكر لما إدى إنذار أن خلال 48 ساعة لازم يكون في إجراءات هتحصل، لأن إحنا يعني ده إدى إنذار أهو يا جماعة يا إخوان اتلموا، يا أحزاب اتلموا، يا ما حدش التزم ونفذ قراره بانتزاع هذه الفئة الضالة. وكانت فعلا كادت أن كانت هتبقى أصعب من آثار حرب 67 وغيره، ونجح هذا الجيل المتواصل، هذا الجيل الشجاع، هذا الجيل أحد القادة اللي يمكن نقول جميع القادة اللي بيحاربوا النهاردة في سيناء 18 من آثار أو من تلامذة الجيل السابق في 73. جيل بيسلم جيل في القوات المسلحة أفندم، جيل بيسلم جيل، جيل بيسلم جيل، ونجح الحمد لله. استمر وقال لك إيه؟ أن لن نسمح أن يحصل في مصر ما لا يحمد عقبه، ونجحنا الحمد لله في زي ما احنا نجحنا في 73. ودي لها احنا لسه ما اتكلمناش عما داخلها، لكن هي كانت بمناسبة كلام الزعيم، ولا تعقيب ولا تعليق على كلام السيد الرئيس الا بكل احترام. الفرحة حلوة ست اللواء افندم، الفرحة حلوة، فرحة لا تتخيل الفرحة.